في محافظة البصرة أحيا مئات المتظاهرين الذكرى السنوية الثالثة لانطلاق احتجاجات تشرين في العام 2019. المتظاهرون تجمعوا أولا قرب نصب العامل في منطقة العشار وسط البصرة، لينطلقوا بعد ذلك إلى مقتربات مبنى ديوان المحافظة رافعين شعارات تندد بالفاسدين وتطالب بكشف قتلة المتظاهرين وتقديمهم إلى العدالة، وذلك في أجواء شهدت إجراءات أمنية مشددة خشية حدوث تصادم بين المحتجين وقوات مكافحة الشغب التي طوقت مبنى المحافظة في وقت لم تشهد المحافظة فيه أي قطع للطرق بين مناطقها. أكيد اليوم 1/10 في محافظة البصرة استذكار لثورة تشرين، وكذلك التأكيد على مطالب تشرين التي خرجت سنة 2019 ومساندة للتظاهرات اللي انطلقت في العاصمة بغداد. كذلك اليوم عندنا مطالب مستحدثة لثوار تشرين، منها حكومة إنقاذ وطني والدعوة إلى تعديل الدستور وانتخابات رئاسية أو شبه رئاسية. خرجت جماهير البصرة اليوم لمساندة إخوانهم بقية المحافظات وخاصة أخواننا بمحافظة بغداد الحبيبة. طبعا خرجنا لنقول كلمة واحدة، نريد وطن، نريد وطن خالي من الفساد، نريد وطن خالي من القتلة والمأجورين والمسوسين والسلاح المنفلت والميليشيات المنفلتة. عصارة ما يجري من الواقع السياسي المتردي، انسداد سياسي وتجيك فيها معينة بالحكومة تقول لك استحقاق دستوري. يا استحقاق دستوري، يعني هم نفسهم اللي جاي يصارعون على السلطة نفسهم احتجوا على الانتخابات وقالوا هذه انتخابات مزورة.